بس بكير لسه ما تعرفنا على بعضنا منيح. بس أنا حاسة إني بعرفك من زمان. أوه أنا كمان. حزير شو اسمي؟ اسمك قمر. لا فجر. كمان لا شمس. ما حذرت. زهرة. كمان ما حذرت. فاتنة. حلوة. لا ياسمين. كمان لا فلة. ما حذرت. زنبقة. كمان ما حذرت. حلا. حلا اسمك حلا. ايه مو معقول، ما بصير لازم يكون اسمك واحد من الاسامي اللي عديتهم. وليش ما بصير؟ لانه كل الاسامي اللي عديتها بتلبق لك. معك حق، بس واحد ما بايده يسمي حاله. لك لك ازبلها للمخلوق، ازبلها خليها تعرف تشتغل بجهاز. بلاش يقطش القلب شيتي، قلبي. اطمني خالي وضعك كويس. ايه ايه استاذ جميل، لسه بعد بدك تحزن ولا عجزت؟ انا من جهتي ما بقي عندي اسماء خرجي، عجزت. انا بساعدك جميل. اسمك اسمك اميرة؟ لا. لطيفة؟ كمان لا. حسن؟ لا. حسنة؟ كمان لا. لك سموها فوزية، بس اتركوها تعرف تشوف شغلها. صح حضرتي، انا اسمي فوزية. فوزية؟ عاشت الاسامي. فوزية اسم كله شعرية، على وزن شاكرية، لوخية، سهلية، حنفية. هي هي. حلوة حلوة جميلة. الطلبة حضرتوا بإمكانكم تقولوا طلبكم. ايه بصراحة نحن قلنا عندك طلب، وإذا وافقتي عليه بيكون كتر خيرك. إن شاء الله بابا ما بيخجلكم. بابا؟ إيه بس الطلب اللي بدك تلبي لنا اياه هو أنت مو أبوكي. أنا ما بقدر، لازم بابا الأول يوافق. وعلى شو بده يوافق؟ على طلبكم. ايه بس نحن طلبنا يا ست الحسن من لأنت هو انه ديري بالك على ام محمود بعد اذنك. حاضر. انا انطمزت يعني. وينها وينها؟ جوا جوا. هون؟ وين 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 وين؟ عند ام محمود، عند ام محمود. مين ام محمود هي؟ جارتنا اللي دائما كنت اسألك عنها، اللي رجلها مجبصنة. اي هي طلعت. شو طلعت؟ دكتور الله يخليك، وين طلعت؟ طلعت على مشفى خاص. منو مشفى؟ ما بعرف. ما بتعرف مين بيعرف لك انا؟ وانا شو بيعرفني مين بيعرف؟ حبيبي دكتور الله يخليك، قل لي يعني هيك هيك هيك، انت تتوقع وين بنلاقيها؟ يا اخي ضروري تلاقيها؟ ايه ضروري ضروري كثير. مشان شو؟ ايه قلت لك شغله. شو شغله؟ ايه ما قلت لك بدي بشرة بشارة حلوة كثير بعد هيك. ايه بعرف بشارة، بس شو هي البشارة؟ ما راح اقول لك. ليش؟ لانه اذا قلت لك راح تروح تبشريها وتاخذ الحلوان بدالي وبطلع انا من المول بلا حمص زميط. لا تخاف حلوانك محفوظ، بس قلي شو هي البشاره. ما راح اقول لك. ورايك؟ رايح ادور عليها بالمستشفيات. ايه وقف خدني روح وقف. جريدة عادية لقيتها بالكوريدور. وين راح استاذ جميل؟ نزل على الصيدلية ليجيب دواء يلي وصف الدكتور. شو اشتغل؟ ايه استاذ جميل بيشتغل مهندس. باين عليه. يلا وشو مبين عليه كمان؟ يعني ظريف ولطيف وابن عائلة. ايه هذا من ذوقك، وما بتعرفي انه مدير؟ مدير؟ ايه باين. مدير شو؟ مدير لإحدى المديريات الحكومية. وعنده سيارة؟ طبعاً وطويلة من ورا كمان. طب بدي اسألك سؤال ولو في شوي يعني. لا ما ولي تستعي، لا تستعي لا تستعي، وش حياة. أخوكي متجوز ولا خاطب ولا لساته عازب؟ مين أخي؟ أستاذ جميل. ليكو إجا أسألي. خير شو بدك تسأل؟ اسألي بس تحي. هي الأملة براس الأقرع اللي ما في شيء بالمرة. لا تستحي شغلي ما بدها مستحى. جميل تعال حبيبي لهون. عاو فوزية بدها تسألك سؤال ومستحية. فزفز؟ لك ايه فزفز بتسأل بدل السؤال عشرة. يا أحلى فزفز بالمستشفى. لا بستحي.
لا ليش تستحي يا أنسة فسفس؟ اسألي عيني، اسألي ولا يهمك، اسألي. لك هجرة اتركها للبنت، عم تقلك تستحي. روحي اختي، روحي شوفي من كنتك المونيتور جيتك. هلا بيجعني قلبي وبصير بيعطش قلبي. طبعاً خالي شايفته من عندي. اسألي فسفاز. فرجيني ايدك. فرجيني ايدك الثاني. يبقى فرجيكي شعلي. خلاص ما عاد في داعي اسألك شي، عن اذنك. على انطمزت بعدي قال. هنو شبه شو صار لها؟ ايدي فيها شي بيطمز؟ يمكن انطمزت من هاد. ايه الله يصلحك يا اخي، معقولة فسخت الخطبة ولهلأ لابس المحبس؟ هاتو هاتو. اخوكي؟ لك مين اخوكي؟ ايه بس منيح اللي فسخت الخطبة، فات فرحك. اصلا ما بتستاهلك، لازم تدور على وحدة تانية تستاهلك. لازم اخي. اختك معها حق. اختي معها؟ انو اختي؟ شو عم تحكي انتي؟ انو شو القصة؟ شو عم تحكوا؟ جميل منيح اللي جبت الدواء لأم محمود، لأنه لازم أعطيها حبة. ما في شي بستاهل إنك تزعم شانه، وبكرة الله ببعث لك الأحسن وأحلى وألطف منك. ألطف من مين؟ من خطيبتك اللي فكيتها. لا فكيتها ولا ربطتها أنا. هنو شو صاير؟ نزلت جيب الدواء لأم محمود متجوز، رجعت خاطب وفاكك. شو القصة؟ شو اللي صار؟ متجوز؟ قال انطمزت يعني قال ايه متجوز. هي هو وهي مرته. ليكا فايرة، ادي ادي اشتغلي بالمنتور شيتك فايرة. قلتي لي اخوكي. انا ما قلت. انتي اللي قلتي. انا ما خطر على بالي ابدا تكوني مرته، لانه لو كنت محلك ما بسمح لزوجي ابدا يحكي مع وحده تانية كلمه وحده حلوه. ديري بالك على جوزك، مبينته مانو سهل. طبعا مو سهل. انا فسفس معها حق. قلت لك لا تقلي فسفس، اسمي فوزيه. لك ليك شاشه كمان مطمزه، لك حاجه بقى طمزان. الانسه فوزيه معها حق فعلا يا هنا، لازم تديري بالك على جوزك، لانه الرجال مالهم امان، خاصه اذا شافوا وحده حلوه ولطيفه وناعمه مثل فسفس. قلت لك لا تقلي فسفس، وإذا سمحت احترم حالك وما في داعي لهالمجاملات. لبتاعي عدي وين رايحة؟ رح أقضي حاجة. لبتاعي تاعي هلا وقت حاجتك، تاعي شوفي هذا شو اسمه، هلا وقتكم انتو اثنين، وقت مزحكم اتركوها للبنت عم تنطمز. ايه تنطمز شو بدي ساوي لها؟ بعدي أنا ما دخلني، الحق على أنا، مدري منين طلعت لي بقصة هي أخوها وخطيبته. ايه شفتكم معجبين ببعض، قلت يا بنت أعطيهم مجال شوي وشوفي جوزك شو ممكن يساوي. شو لقيتي؟ انتو لا ايه ما بكشي، صرت عم تعرف تحكي كلمتين حلوين بس وقت الجد عم تكش. عم كش انا؟ عم كش خلص، من بكره بطلت كش، رح بش منيح. طولت هاي، وين راحت؟ روحوا شوفوا يا خايفه يصير بشي. جميل روح دور عليها وجيبها. لا مالي رايح، روحي انتي. ليش خايف منها؟ لا مالي خايف بس يعني. بس شو؟ روحي انتي احسن. اي يي ليكا اجيت لحالك، شرفي. جميل هلا بيكونوا اجوا الاولاد، شو بنعمل؟ لا تكلي هم معهم مفتاح. ومين بده يغديهم؟ روح انت غديهم. شلون روح واترك فسفاز؟ فوزية لو سمحت. قصدي نترك فوزية لحالها مع أم محمود. الآنسة فوزية إذا بتريد. قصدي ما بصير نترك الآنسة فوزية لحالها مع أم محمود. يا الله يخليكم، لا تتركوني مع حدا أنا. واحد منكم بيروح بيغدي الأولاد وواحد تاني بيضلهم. جميل بتروح أنت ولا بروح أنا؟ أنا ما بعرف طعمي حدا. وصلني لكان ورجع لهم. لا الله يخليكي خلي، وخدي تاكسي على حسابي ولا تاخدي. ماشي باخذ تاكسي. ام محمود بتوصيني شي؟ جيب لك شي شغله معي. سلامتك هنا بس. بس شو مريم؟ محمود لا تستحي بالمره. نبيها على جوزك ما يحكي معها لفوزيه، خليها تلتهي بالمونيتور جيتا. يا ريت يا مدام تاخذي جوزك معي، وما في داعي يضل حدا منكم هون، انا بكفي. لا الله يخليكي هنا، لا تتركوني مع لحالي. طمني ام محمود ما رح نتركك، هلا انا رح اغدي الاولاد، جميل بيضل هون بيجي لهون، جميل بيروح. تقبريني يا هنا، شو حنوني الله يرضى عليك، يا عم عذبكم معي ما، فشو بدي ساوي؟ مالي غيركم انا. مالي غيرنا وانا مالي غيرك يا محمود. كفايه بقى يا هنا كفايه.
مش حتأخر عليك يا حبيبتي. أوكي خدي بالك من نفسك يا ضنايا. باي باي. شفتي؟ ما انطمزيت. شو قصدها هنا؟ نحنا معنا غيرك وانتي بركتنا لتكون سانة سنينات تتديلا مني شي 4-5 آلاف. أكيد هالاعتناء الزايد فيني مو لالله. أكيد بدها تطلب شي مقابيله. قولي مصيبة، شو بدي ساوي؟ ما بقدر إنه لا تخدموني. بخاف حدا يسرق النمرة، وإذا بدي خليهم حواليي بدهم يمننوني ويطلبوا مصاري. إيه أريضة؟ شو هالمرة هي؟ ما خليت كلمة حلوة وما قلت لها اياها لفزفاز وما غارت. لا وشو؟ قال فسحت لي مجال مشان شوف شو بدي ساوي. طلعت بكش. ايه شو انا قميص فانيلا لكش؟ ما في قدامي غير اني سايرهم هلا لحتى يضلوا جنبي يحموني غصبا عني، محتاجة إلهم. وبس اطلع من هون واصرف النمرة ساعتها لكل حادث حديث بتكون السمكة أكلة الطعام. أوه عس النار. لا وشو بتقلها أم محمود؟ نبي على جوزك ما يحكي مع فوزية. بتقوم هنا خانم بتقلها لا تخافي جميل عائل. وبعدين لك شو بدي ساوي لها تصير بنظرة مالي عائل؟ رح تجنني. رجاء بلا انفعالات، القلب بلش يتأثر. الحلوان الحلوان بوصلك حبيتك، ما عم تقولي ان جارتك بتحبك وبتحبيها؟ خلاص روحي على بيتك وحطي اجريك وايديك مي باردة والحلوان بيوصل لعندك. يلا روحي روحي. طيب ريحني الله يخليك. الي شو هي البشارة؟ البشارة بتخليها تطير طيران من الفرح. طيب الي شو هي؟ ما راح اقول غير الها. يعني ما راح تقولي شو هي البشارة؟ لا يا امري لله. قوم معي قوم. لك هلا قوي عصك وبدك تمشي هلا، كنت تعبانه هلا. معلش بستحمل. لا لا تعال هون هون هون. مرحبا يا أنسي. أهلا وسهلا. لو سمحتي نحن عم نسأل عن مرة كبيرة مريضة ومعها جلطة، عندكم إياها شيء؟ شو اسمها؟ أم محمود. بدك تقلي شو اسمها؟ نحن ما بنكتب بالسجلات لا أم محمود ولا أبو محمود. لا أنا بعرف شو اسمها، اسمها سعدية مسعود. العمى السعد لحقها حتى باسمها. سعدية مسعود؟ إيه؟ سعدية مسعود موجودة. موجودة؟ بالغرفة 201. عن جد؟ يلا. يا أخ من هون. منين؟ اليمين من هون؟ يلا بخاطرك. سلامتك يا أم محمود سلامتك. هذا هو شكولك. شوف أستاذ جميل اوعى تخليه يهرب. هذا هو خليه يهرب. هذا اللي اشتريت منه النمرة. الحمد لله لساتك متذكرتيني. معقولة إنسان؟ معقولة كبتولة؟ معقولة إنسان؟ قاتب قاتب. شو هي؟ النمرة. إنه النمرة تربح الجائزة الطردية هذا. إيه محمود طولي بالك، أنا بعتك نمرة ربحت الجائزة الكبرى 3 ملايين، تصرف فيهم بالهنا إن شاء الله يا رب. 3 ملايين؟ ألف مبروك يا أم محمود والله بتستاهلي. بعدي هيك لشوفه، تعالوا تعالوا هون. إن شاء الله تصرف فيهم بالهنا يا أم محمود. تعالوا يا كابتن. إذا بدك ياني سامحك وأرضى عليك بتعطيني نصه. نص شو؟ نص جائزة الطردية اللي ما رضيت تبيعني إياها. بعتك اللي أحسن منها بكثير. لك لو كان كان لازم تبيعني الثانية. ولا يهمك، كل مرة الثانية بلاقي كل مرة بتربح بعطيك إياها هيك كلها. لا تضحك علي. بدك تعطيني نصه يعني 15,000. لك تعال معي شوي. ما بدي بدي حلواني. الحلوان؟ أكل علي 30,000 وجاي تاخذ الحلوان يا حيوان. أرجوكم. بلا انفعالات، القلب بلش يتأثر. قلبي قلبي ولي
القلب بلش يتأثر. لك يا أخي الله يرضى عليك. بدي الصباط. سيك هي طاقيتك. عجبك عن الحكي اللي عم تحكيه؟ أخي أنا بدي الحلوان. وطي صوتك. هي أم محمود مرة كبيرة، خد على قد عقلها، سايرة لك أخي. مزبوط، بس الحق علي اللي أعطيت النمرة الربحانة، كنت لازم أخليها إلي، مزبوط ولا لا؟ النمرة الربحانة؟ إيه. ايه عم تضحك علي انت؟ ضايقني انت؟ هدي 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 بدك تقرقني انت؟ شو عرفك انه النمره ربحانه؟ كله حظك. مزبوط، بس يعني بل انا اللي بعت النمره هيك. مزبوط. كتر خيرك وخيرك. يلا الله معك. وين الله معي؟ بدي الحلوان. خلص الله معك. بدي الحلوان. اسمع لك يا ابني. ايه هلا هي ام محمود صعيب ربحت الورقه. ايه بس بالنسبه للمصاري عود هني. سعيد محمود ربحت يا نصيب. إيه؟ بس ما استلمت المصاري. بس تستلم المصاري حلوانك على راسي جاهزين نحن. هذا رايك؟ عندك راي ثاني انت؟ لا ما عندي راي ثاني. قضوي. إيه؟ سيدي. إيه؟ عندي ورقه يا نصيب ربحها تشتريها. بدك تضحك علي؟ لا انا جميل حمصي انا. صحيح انا ضويش بس كلهم بيخافوا مني وبيحسبوا حسابي. انا اسمي جميل، اسمي على كسمي. يا حيط. الف مبروك يا ام محمود، ما بتصوري قديش فرحت لك. ان شاء الله انا ولا انت ان شاء الله. ضلينا ندور عليكي انا وبياع يا نصيب من مستشفى لمستشفى حتى لقيناكي. خير شفتكم مني لحتى عم تدوروا علي؟ شو في؟ مشان نبشرك بالجائزه الكبرى قبل الكل. يا حصرتي رح تعبك بوش، الي خبر انا. ليش مين بشرك جميل؟ لك لا انا حضرت السحب على التلفزيون وانجلطت. شفتي الجلطه؟ ليك الجلطه. سلامتك يا ام محمود سلامتك. ان شاء الله انا ولا انت. يا لطيف ما اكذبها بلش تمسيح الجوخ. بس على مين؟ انا جوخي قاسي ما بيمسح. اعتبرني هالضحكه لا. شو وينه؟ راح لبيته. جبت لي منه 15 غالي. لك أنا 15 بطيخ انت التاني. ما رح اسامحه لو موت ما لك سامحته. خلاص فرحت. شو هاد؟ كاو لبرا كاو. شو طلعوا؟ لا طالع حدا لبرا بالخصوصي. انا قاعدة انا خصوصي. اذا ام تحسين معلش خلي لي جبيل يقبرنا. سليم طارق غدا وتغديتوا بتفوتوا على اوضتكم وما بتطلعوا منها لنيجي. فهمتوا؟ حوصه ولوصه بالبيت ما بدي. ليش انت وين رايحه؟ رايحه على المشفى لانه خالي محمود مريضه وابوكم عندها. وانا مين بده يدرسني؟ اخوك طارق. طارق درسه. ما بدي طارق يدرسني، بدي انتي. هيك زعلتوا لاخوك؟ بتضرب ما اغلظك، بعدين انا ماني فاضي. قلت لك رايحه لعند خالي محمود. يعني رايحه لعند خالي محمود؟ درسيني وبعدين روحي. ما بقدر، بعدين بتزعل خالي محمود. هلا ام محمود صارت خاله، طول عمرك بتقلي لجارتنا ام محمود يبعت لحمها، شو غير اسمها؟ سليم لا تجنني، قلت لك فوت الدروس يعني فوت الدروس، بعدين تفرج على افلام كرتون حبيبي. ما رح ادرس مع اخي. لكن مع مين بدك تدرس لحالها؟ ما بعرف ادرس لحالي. اي خلي اخوك يسمع لك. لكن ما بدي اخي يسمع لي. اي حياتني بقى شو بدها؟ اللي خلي سهام بنت الجيران تجي تدرسني. يا تضرب منك الا تساوي بدك. استغفر الله. الو كيفك سهامو؟ انت حبيبتي. ايه سهامو تجي تدرسيني؟ لا انا اطلع لعندك. لا انت تعي مندرس انا وياكي برا ومنزل اخي طارق لجوا. ايه انت يا لطيفه يا ظريفه يا حبابه انت. ايه يلا انا مستنيكي لحتى تيجي تدرسيني. ايه ايه يلا ايه ماشي باي. كلية وخلصينا ام محمود. خلص باكلها باكلها باكلها. بس الله يخليكي لا توجعيني. ما بدي ايدك، بدي جنبك. جنبي ما بصير بايدي. ما بصير دكتور قايل بالعضل. ايه شو علي هاي عضل؟ شوفي شكيني اياها. هلا بدك تلعبي معي؟ ديري خلصيني رح يروح تعقيم الابره. ايرو كبيها ما بدي الابره. اوف ما بصير، هي اوامر الدكتور. قايلك شو بتطعم ضزي وشو نزاع. اختي هي مو مستشفى خصوصي وانا خصوصي. كبيها للابره ما بدي اياها. ما بصير يا ام محمود ما بصير، لازم تاخدي الابره مشان تطيبي بسرعه. بدها تعطيني اياها بايدي. خلاص ديري ام محمود لا تكلي هم، انا هون ما عاد بسترجي اقرب عليها. رح دير انا ابن عمي رح دير، بس انت خليك برا. تفضلي هي درت لك
خديها لل تفضلي. شيلي ايدك هاي. ما بقدر. وليش بقى؟ هيك ما بقدر. انت ما بتتدخلي ولا لك علاقة بأي شيء تاني، فهمتي؟ انتي اللي ديري. درت لك لو اعرف شو قصة اللوح الخشب اللي بتعبشي قافي كل هالقد ومانك قدراني تتركي لحظة وحدة. شوفي يا حبيبتي، وتذكري انه في يوم من الايام ان محمود قالت لك هذا الكلام، ايدي ما بشيلها. عجبك اضربيني الابرة ما عجبك، هي مستشفى خصوصي، انا قاعدة فيها لاني خصوصي، وانا ذات نفسي خصوصي. امري لله رح اضربك اياها، بس ما مشاني، مشان الدكتور ما يزعل. قلتك ان وجعت ما عافية. فتاح لا دقيقة بس لغطيها. فتاح هلا فتاح. صار شي؟ صار شي؟ لا ما صار شي، اطمن كله تمام. شو هو اللي تمام؟ بدك ما في شي، عم يطمن على الابريز انكسرت ولا ما انكسرت؟ ايه لا الحمد لله ما انكسرت. الحمد لله. ربي شو دبك. كيفك؟ كان نايم هيك مغمض عين ومفتح عين. قلت له لك ليش هيك نايم؟ قال لي اخذت نص حبة منوم. جميل انت هون؟ ايه هون. كيفك؟ الحمد لله. ام محمود كيفها؟ منيحة عن جد؟ احنا حنطمن عليها. ان شاء الله سلامتك ام محمود، ان شاء الله ما عم يوجعك شيء. لا الحمد لله ما عم يوجعني شيء. الحمد لله، ولا ان شاء الله ما عم يوجعوا شيء. لا كمان هو يقبشني ما عم يوجعوا شيء. الحمد لله. شو هو اللي ما عم يوجعوا شيء؟ لك ما في شيء متحسين، كله بتدعسي من خير فيه. عم تطمن انا على قلبي، مو مجلوطة انا، عم تطمن انا. سلامة قلبك، ان شاء الله معافى. شوفي ام محمود شو جبت لي؟ جبت لك معي برتقان وتفاح وعصير كومتين من يلي بحبهم قلبك، وجبت لك معي فروج مشوي ريحته بتشهي، وان شاء الله ما تكوني تغديتي. منين اجاها هلا كل هالكرام؟ صحيح مالها بخيلة، ايه بس مو هيك، اكيد بكره رح تقدم لي فاتورة مرتبة. بس على مين؟ ما لعرفاني مع مين علقانة، رح يطلع نقبة على فاشوش. وهلا باكل الطعم عس النارة. شو هالهمة؟ لو كانت امها المريضة ما كانت اعتنت فيها هيك، بس لانه في من وراها طبي ليش لا؟ حلال على الشاطر. انا كمان لازم دير بالي على ام محمود اكتر مشان تكون حصي اكتر. خلي عنك اختي ام طارق، انا بعمل هالفروش بايدي. روحي شوفي جوزك قاعد مع المريضات. معلش حبيبتي انت ارتاحي، انا بعمل ام محمود بايدي. لا بتطعميها؟ لا حبيبتي انا بتطعميها. لا بايدي يا اختي انا اللي بتطعميها. لا لا اي شكون شكون. لا انت ولا هي. هلا بطالعكم لبرا انتوا تنتين. ايش بخيتوا؟ ايش بكم بحطي؟ دي انا قاعده بمستشفى خصوصي وبفلوسي، ايش بكم بحطي هالبحثة؟ انا رايحه عيط للدكتور. انت استفلوا منكم انه ان شاء الله بسمح لنا تاكل الفروج كله. قال انطمزي قال. طعموني حبيبي طعموني. حبيبتي نكتك حلوة، احكينا واحدة تانية. واحدة تانية؟ في واحدة ايه في الا في واحد من عنا، هذا توفى ابوه بعيدا عنك، قاعد بالتعزاية عرفتي، هو من عنا نفس البلد. يا قاعد يجي عنده الفيو هو عم يبكي. يا ابي راح كذا، بتعرفي شلون بيساوي التعزاية؟ ضل عم يبكي. يا ابي يا ابي خلو خلص طول. ما قال له ابي لا خلص يا اخي طولها، بتطول قصرها بتقصر. قال له عرفتها بطاطا. حلوة حلوة. احكي لكم واحدة ثالثة يا ابي. ماني حافظها. يا حيط قريته صحة وهنا. خدي هاي كمان ام محمود، نقيت لك تفاحة 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 بيدي انا هنا. اشري لي هاي. هاي؟ لا. هاي؟ لا. هاي؟ ايه اذا ما بيصير سقلة. ايه ام محمود تكرم عينك. شو سقلة بعدين وما سقلة؟ انا جايبت لك ياهم لتاكليهم كلياتهم صحة وهنا. والله ما نهيني هالهناء، عرفاني نقطة ضعف ام محمود وعرفاني شلون تستغلها مزبوط.
أنا لازم أتصرف قبل ما هناء تحتل قلب أم محمود كله ما يبقى لي إرني. أحسن شيء قوم اتصل بأبو تحسين خليه يشتري صدن كنافة بقشطة. ساعتها منشوف مين بده يتربع بصدر قلب أم محمود. عن إذنك أم محمود، 5 دقايق وراجعت لك. إيه روحي. عفوا ما تحسين. شو هاد؟ شو هاد؟ شو هاد؟ شو في؟ مو أنتوا بتقولوا الفواكه مسموحة؟ مسموحة بس ما كل هالقد. لا مو أنتوا بتقولوا كلوا فواكه جيدة لأن الفواكه مفيدة جدا. صح مفيدة. فيدني. هاتي. شو اللي زعجك أنتِ؟ ليش مزعوجة؟ ليش عينك ضيقة؟ أنا عيني ضيقة؟ إيه ضيقة، عيني ضيقة، قد عين العقربة. مثل بيقول كل شي بيزيد عن حده بنقلب ضده. ألو؟ ألو خيطة وأنتِ قلتي إياه، ليكني، إيش زدت؟ ليكني، لساتني مثل ما أنا، هنا ليكي بطني زايد شي. بطنطة مثل ما هو، شو بدك أنتِ؟ تصطفلي، ذنبك على جنبك، إن شاء الله بتاكليهم كلهم. كانت رح تنطفي. اضحكونا معكم، على شو عم تضحكون؟ ما مش يعني بس انا ما بيسألش علي ابدا. وانت ما تروح تاكل معه؟ انا شبعان من شوفت عيونك يا فزفز، ولا بتشوف عيني ابدا. انا بدي افهم هلا انت مره ولا لا؟ انا رجع رجعت انطمزك. الله معك يا ام محمود، لا بقى ترجعي لهون مرة ثانية. الحمد لله على سلامتك يا ام محمود. الله يسلمك. ان شاء الله آخر مرة. ان شاء الله. ان شاء الله يا ام محمود، عمرك ما بتقولي الآخر. ان شاء الله. وتعيشي بالعز والجاه. ما شاء الله، صايرة شاعرة. هلا أهم شيء إنك تنفسي تعليمات الطبيب، يعني طلعة من البيت قبل 10 أيام ما في. تقبرني، أنا أصلاً وين بروح وين بجي؟ مالي حدا. بعرف مالك حدا، بس هي زياراتك من بيت شقاع لبيت رقاع خففي لي اياها، بطلي احسن. حاجه بقى تقلي من بيت شقاع لبيت رقاع، كتر الله افراحكم، خلاص لا تستقبل حدا ولا روح لعند حدا، خلص رح انفذ تعليمات الدكتور انا واقعد ببيتي على كيفي ومرتاحه. تعملي زينه العقل ام محمود، وانا كل يوم بيجي لعندك بشوف شو بدك بسوي لك اياه. يو على هالحكي، ليش انا وين رحت؟ شوفي ست هناء، انت موظفه وعندك اولاد صغار، ما رح تقدري تحوسي بام محمود، اما انا فاضيه طول النهار ما بخليها تجيب كاسه مي. وجوزك مين بده يحوس فيه؟ هلا بلشنا انتو التنتين لا تخانقوا مشاني، انا بحوس لحالي بحالي وبكيف حالي، تركوني. لا ام محمود انتي مريضه حبيبتي. والدكتور قال لازم ترتاحي. وانا رح اطبق كلام الدكتور، انا ما برتاح الا اذا كنت لحالي. اجا الاسانسير، يلا تفضلوا. وين اخذني ابو طارق؟ لوين يعني على البيت؟ لا مين قال لك اني انا رايحه على البيت؟ لك هلا وين بدك تروحي؟ اخذني ابو طارق على البريد، يلا هون. إذا كان مشان تبعتي برقية لابنك على خور فكان أنا ببعت لك إياها. لك ما بدي أبعت برقيات لحدا أنت الثاني. لك كان شو بدك تسوي بالبريد؟ يصرف الجائزة. هيك وأنت بهالحالة؟ لك إيه شبه حالتي؟ طيب أنا باخذ النمرة بصرف لك إياها وبجيب لك المصاري. لا يا ما حذرت بنوب، أنا شبني مثل الحصان بطلع على الجبل زرق زرق. سكر. اطلبوا إيه. كتر خيرك جاب. الله معك حبيبي، سلم لي على امك. الله يسلمك. الله معك، مع السلامه. على مزاجك يا عمي. على مزاجك يا اخي، طول بالك. على مزاجك. ارتاحي على الكرسي. يلا ارتاحي حبيبتي انت. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا. نعم جايين شوفي، جايين نصرف النمره نحن. قديش قيمتها؟ الجائزه الكبرى 3 ملايين. وين النمره؟ هاتي لاعطيها. استنى جميل، انا بعطيها مالي ايدين. شو هالزكاه تبعك؟ ها ليك شوفها. لك شو ها جايبي لي باب خزانه؟ انا بشرح لك القصه. هذا يا سيدي الكريم، الست ام محمود سحبت نمره يا نصيب لحتى ما تضيع النمره، لزقتها على باب الخزانه، لما ربحت خافت تشيلها تقوم تنشق ما تصرفوا لها الجائزه، مشان هيك جبناها وهي وباب الخزانه. فرجوني النمره. لك مزبوط، هي تربح الجائزه الكبرى، الف مبروك ان شاء الله. يلا لكن سلم لي المصاري بسلمك النمره، سلمت وسلام. بس ليك لا تبسبس لي من اولها، حلوان ما في، لو تطلع عيونك بالطول وبالعرض. اختي ما بدي حلواني، المهم ما بقدر بصرف لك اياها لتشيلوها من على الباب. وبركي انشقت. بتروح عليكم الجائزه. شو؟ خلص طولوا بالكم، اكيد الموظف عم يمزح. عم تمزح ما؟ ومين قال لك عم امزح؟ عم احكي جد. عم تحكي جد؟ بس مو معقول، نمره بتربح 3 ملايين بترمى بالزباله، اكيد في حل للمشكله، في حل ما؟ اخي انا ما بحسن بصرف لك اياها الا تكون لوحدها وسليمه. طيب اخي
ممكن تتكرم علينا وتدلنا على غرفة المدير؟ ليش أخي؟ بدك تروح تشتكي يعني؟ لا ليش لا أشتكي، بالعكس ما شفنا منك غير كل طيب والله، بس إلا ما يكون في عنده المدير حل لهالمشكلة، أكيد عنده حل ما؟ روح أخي روح، ليكو بصدر هنيك مكتبه، شرف. أم محمود لا تكلي هم، جائزتك بدك تقبضيها يعني بدك تقبضيها، هلأ أنا فوت لعند المدير وأكيد رح يتفهم الموضوع، هاتي النمرة عندي. لا أستاذ جميل، أنا فوت إجري على إجرك لعند المدير. شو يعني مالك مأمنتي لي؟ لا مأمنتك، بس يعني أنا لو مو مأمنتك ما كنت ركبت معك بالسيارة، كنت أخذت تاكسي. إيه كتر خيرك. هلأ وينك؟ جميل فوت أنا وياك لعند المدير، دمعتين من هون، على آهتين من هون، على دعوتين من هون بيمشي الحال. مايا حاضر شرفي، استنونا هون، قومي لجوم. جاي. أهلين وسهلين. أهلين. أيوة نعم؟ مين بيريدو؟ والله الأستاذ هلأ مو موجود، بتحب تترك له خبر؟ على راحتك. اف مالك أبو عدنان. وين 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 وين؟ مرحبا وردة. أهلين أنسة أمل. شلونك شلون الشغل؟ إن شاء الله الأستاذ جميل ما عم يتعبك؟ ماشي الحال. وإن شاء الله الأستاذ جميل كشف مواهبك. أنسة أمل ما في داعي لهالحكي، مو كل اللحمة بيتاكل طيره. شو قصدك وليه؟ أول اعرفي احكي بالأول بعدين قولي لي مو كل الطير بيتاكل لحمه. ما قصدي شيء أنا. أنتي دقيتي الباب وأنا سمعتك الجواب. بس أنا ما شرحتك لتجرحيني. لكن شو قصدك عن كشف مواهبي؟ قصدي موهبتي التمثيل. التمثيل؟ يس أوف كورس. ليش لهلأ ما عرفتي؟ لا ما عرفت. أعرف شو؟ الأستاذ جميل عم يعمل بروفا مع رفيقه الكاتب المعروف الأستاذ وسيم يلي بيجي لهون. إن شاء الله كمان لهلأ ما تعرفتي عليه؟ لا تعرفت عليه. بروفة شو؟ مسلسل 30 حلقة، هو البطل وأنا البطلة. هو البطل وأنتي البطلة؟ يا عيني. ولا يهمك وردة ولا يهمك، أنا بكرة لأتعرف على المخرج وقابله بدي أقنعه يعطيك دور بالمسلسل، وشوي شوي 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 أي بتشكلي رجلك بالفن وبتصيري نجمة، وإذا ما صرتي نجمة بتصيري نواسة وردة. أي ولهلأ لسه ما تعرفتي على المخرج ولا قابلتي؟ تصور يا وردة لهلأ ما عم تزبط أوقاتنا أوقات بعد. ها لكن مين عطاكي دورك بالمسلسل؟ الأستاذ وسيم الريس، هو اللي شرح له للمخرج مواهبي وإمكانياتي التمثيلية فأعطاني دور البطولة فوراً. ووقع عقد معي؟ وقع عقد معي؟ أنا ما بتهمني المصاري، المهم إني أعرض مواهبي للجمهور، بعدين لما بنشهر بصير بشرط وبتشرط وبأمر وبتأمر لكان. إي مبروك، إن شاء الله بتتوفقي. عن إذنك لفوت أعمل بروفا مع جميل. الأستاذ جميل ما له هون. وينه؟ مو على أساس إجازته بتخلص مبارح ولازم يداوم اليوم؟ لازم يداوم اليوم، بس لسه ما إجا. ليقوم مريض أو صار له شيء؟ ما استفدتي بالبيت؟ لا. يبعت لك حمى من بين السكرتيرات، بدك كتير كتير لا تتعلمي أنتي. بعدين هيك. ألو؟ وين 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 وينو؟ ما بعرف. لكان غاب القط العاب يا عفار. أنا فرجيك يا جميل. أولو أيوة يطولوا، المهم يقدروا يقنعوا إنه يصرف الجائزة. معقول ما يقبل يصرفها؟ وليش ما بيقبل يصرف؟ وأنا أصلاً ما بعرف، أكيد إنهم قوانين لهيك شغلات. الله يصلحها الأم محمود، رح تسددها بشو وصف وقتها ما في حلوة. ترى تستنى ليصرف لها جائزة وتصفى المصاري بجيبتها، بدك تقول له ما في. ليش تقول له ما في؟ تعطيه كم ألف ليرة؟ عفان. يطمنونا شو صار معكم؟ جوزك أبو طارق شو طلع شاطر بالحكي، ضل ياخذه ويجيبه للمدير، ياخذه ويجيبه لحتى فتل راسه وفتل دوخه وقبل يصرف الجائزة. وين المصاري؟ ليك هون. شو ها؟ شيك. شو بدك تساوي فيه؟ شو بدي ساوي فيه؟ هذا يا ست الشيك بدي لك. امشوا هلا عجلوا، هلا بسكر البنك، خلينا نلحقه. مسكي هي عني. وين يا خانم؟ وين
حلوان. ان شاء الله بينسرقوا منك بليله ما فيها ضوء قمر. انا وين راكده انتي؟ وانتي لغاية جاية كمان بهدلتونا بالبنك. ايميليا الخشمة يوعدوا هنيك استنونا. مرحبا يا اخي. اهلين وسهلين. مو هون بيصرفوا الشيك؟ اول شيء لازم تروحي عند هديك الموظفة تاخذ منك شيك تحقق منه وتعطيكي ارسالية لهون مشان تقضي مصاري. الي ايش هاللفة وهالدورة؟ طالما بالاخير بدنا نرجع لهون ونقبضهم. ما بصير يا خانم هيك الاصول. بدك بلا اصول بلا فصول بلا حمص ولا فول. مو ابن حلال انت؟ مبين عليك ابن حلال. مو ابن حلال؟ ابن حلال. خلص صرف لي اياهم. تكرم عينك يا اختي، رح اعطيك المصاري كلهم. جدا دخلين جو عم يطقطقوا، بس بالاول جيبي لي ارساليه خمس دقائق جيبيها وتعالي. يا محمود الموظف عم يحكي مزبوط. انت هيك عملت لما صرف جائزتان. رجعنا. عم بمزح عزيولك. لا ترجعي. مرحبا حبابي. اكتبي لي كم سطر ارسالية حبيبتي لهداك اللي مو ابن حلال. انت مبين عليك بنت حلال، اكتبي لي اوامر ارسالية. انت عن شو عم تحكي؟ لو سمحتي بدنا ارسالية تصرف شيك. وين الشيك؟ ليك اعطيني اياه. لا ما بعطيك اياه لحتى تكتبي لي الارسالية. كم سطر؟ يلا. طيب وين الهوية؟ ليك طالع ابن عمي طالع. مين؟ لا عمي انا بطالعه. صعبة يعني؟ شو هالفوضى هاي؟ ما في مصنف مثل العالم والخلق. شو قصدك وليه؟ ما قصدي شي. لا قصدي. ما قصدي شي. قصدك شغلي مو مرتب. اصلا انا شغلي ما في ارتب منه، واذا صارت لخبطه صارت بهاليومين ثلاثه. شو قصدك وليه؟ ما قصدي شي. لا قصدي. عن جد ما قصدي شي. هلا بيجي الاستاذ جميل وبنساله مين بيناتنا شغله ارتب؟ طول جميل، قلبي مثل النار عليه. سلامة قلبك. قصدي بالي شغل عليه. سلامة بالك. وردي؟ آنسة وردي. آنسة وردي؟ شو رأيك خلي المخرج يعطيكي دور البطولة معي، بس بشرط تتصلي بجميل على البيت. هلا أنت اتصلتي ما كان في حدا. بركي رجع. طيب اتصلي أنت بجوز رجع. كمان ما في حدا. أنا بفرجيك يا جميل. يسلموا هالإيدين يا مجزة بناتك، أحلى منهم كلياتهم. ضابط. دوين دوين ارجعوا لا تهدونا، ارجعيكوا والتبسة. جبت لك الرسالة، خليت الآنسة تكتب لك سطرين زيادة توصالي. يلا نقي لي اياهم جداد ومحفوظ. رح نقي لك اياهم جداد، تكرمي. رح نقي لك اياهم خلنج، أما بحبحهم ما بقدر. لك ليش انت بخيل؟ ليش بخيل؟ هلا نحن واحد مننا وقت بيوقف على عالبايت بردقان بده يشتري كيليين، ما بيحطوا له البياع بردقانتين تطبيشه؟ يعني ليش انت بخيل؟ نحن عم ناخذ من عندك 3 مليون، لازم تبحبحهم. حط لي شي 200. دمي خفيف، ايه خانون بايش بدك تحطي المصاري؟ جايبه معي كيس زباله سفقته من المستشفى. طالعوا اصحابي. لك لا ما دخلني. ايه ما قلت لك طالع لي شغله ما دخلني. انا طالع وشو صعبه الشغله. تعال هات. صحيح. واحد. وقف. شو هاد؟ شو عم تعطيني انت؟ اي رزم مصاري؟ كل رزمه فيها 100 ام ال 500، بيطلع لك عندي 60 رزمه. هي وحده. تنتين. استنى، شو عم تحط لي؟ بدي عدهم. معدودين على الآلة يا خانو. لك أنا ما بفهم بالآلة، أنا بدي عدهم بذات نفسي. يا محمود إذا بدك تعديهم اليوم ما بنخلص. ها شوفي وراي ليش أنا؟ ماشي، أنا رايح لعند ريا وسكينة، عديهم على كيفي. اروح أزيو لايك. هل بده يروح؟ يروح. واحد واحد. ما قلتي لي شو نوع المسلسل اللي بدك تمثليه أنت والأستاذ جميل؟ اجتماعي؟ تاريخي؟ معناتها كوميدي؟ لا عاطفي. عاطفي؟ وبتحبي للأستاذ جميل؟ بموت عليه يقبر قلبي إن شاء الله لما بشوفه بيصفر رجليه تحتي. بالمسلسل طبعا. أنا عم بحكي عن المسلسل. وهو بحبك؟ يا ريت يا وردة، يا ريت يحن علي ولو لحظة واحدة بس. بالمسلسل؟ طبعا. بالمسلسل معناتها حب من طرف واحد. من طرف واحد. صراع درامي مشوق. صراع درامي مشوق بالضبط يا وردة. هي الأستاذ وسيم. أهلين أستاذ، كيفك؟
منيح انا، بس انت كيف هيك؟ انا كمان منيحه، منتظرتك استاذ. مشان شو؟ يو مش عم نعمل بروفة حقيقيه قدام المخرج. مخرج. ايه ليش ما قال لك استاذ جميل؟ لا ما قال لي. اصحى تكونوا بطلتوا تمثلوا المسلسل. لا ما بطلنا نمثل المسلسل، بس المخرج سافر. لوين؟ مو على السعوديه، على الامارات. ايوه مشان يسوقوا المسلسل. برافو، مشان يسوقوا المسلسل. بطول؟ لا شغلته بسيطه، شهر اثنين ثلاثه. ايه ابوك يا سفر. لا ما كملت معنا. مرحبا وردي. اهلين استاذ وسيم. بتفوتي تاخذي اذن ولا ما في داعي؟ الاستاذ جميل ما له هون. اوف وينه؟ ما بعرف، ولا اتصل ولا قال لي وين هو. مو بعلمي اجازته بتنتهي امبارحه، واليوم عندنا موعد التقي انا وياه بالمكتب. والله ما بعرف شو بدي لك يا استاذ وسيم، اذا بتحب تنتظره بالمكتب تفضل. ايه ايه ورده، بننتظره انا والاستاذ بمكتبه. الله يجيبك يا طولة البال. وبعدين يا خانوم، وبعدين خلص الدوام بدنا نسكر. اعوذ بالله، وش مين متصبح انا اليوم؟ بوش مين يعني؟ بوش مرتك. رجعت خربطتني، بدي عدهم من الاول. واحد ابو طارق تعا شوفني وانا عم اعد المصاري. تعا رح يوقف القلب شي في تعب فشلي. يا ربي يا ربي، دخينك يا نسامة دخينك، بس يطلع المخرج من العنان مشددة بعرفك عليه. يعني قلتي ليش من العنان مشددة؟ ايه العنان مشددة. استاذ مو هلا قلت لي انه سافر مو على السعودية على الامارات؟ ايه سافر بالعنان مشددة على الامارات. ايه وهلا فهمت عليك، يعني ما رح تنساني؟ لك ينساني زماني اذا بنساكي، ما حنساكي. استاذ الله يخليك، الله يوفقك، الله يخلي لك اولادك ويخلي لك مرتك، خليه يرجعني سكرتيرة. حترجعي حترجعي. مبين جميل ما حيجي وتاخر، وانا بدي اقدر استنى، عندي موعد مع المخرج. أنا مخرج؟ مو أبو يزن، أبو رشا. أيوة. بس جي جميل اللي لو رحت على العناية المشددة. أبوك يا الدبا. وردة، بس يجي جميل خبريني على المكتب، بدي أياه بشغلة كتير 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 ضرورية. أوكي؟ أوكي. أبوك يا الدبا. سمعني هالجملة قبل هالمرة. جرب نار الغيرة، إيقو، جرب نار الغيرة، قولي قلي الحمد لله ارتحنا اليوم من طلتها البهية شي ساعة، شلون على ما تشطها لآخر النهار؟ قديش عقلنا؟ ساري! ذكرنا الإنهار، إجا بارك لي بارك لي سالي. عفواً، ما بسمح لك بنوب، أستاذ سالم. أستاذ سالم، بارك لي بارك لي. مبروك مبروك، روحي لمكتبك. ما بدك تعرف الاول على شو عم تبارك لي. بوس ايدك بدون ما اعرف، هيك روحي على مكتبك. الاستاذ وسيم وعدني يحكي مع الاستاذ جميل مشان يرجعني سكرتيره. بحياة الله. عم تحكي جد؟ وانت وينه 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 هذا الاستاذ وسيم؟ شو بدك منه؟ بدي بوسه. واحد اثنين ثلاثه اربعه من بين عيونه. مش عايشه؟ من الله لله حبيته، دخل قلبي بدون ما اشوفه. معك حق، الاستاذ وسيم بينحب. وانت رح تنتقلي؟ بس يقابله. وانت رح يقابله؟ بس يشوفه. وانت رح يشوفه؟ شوف انا صالح يلي بشوفك هيك ملهوف يقول مالك مصدق انت تخلص مني. اعوذ بالله اعوذ بالله، هذا بيكون عنده زميله بالمكتب حلوه مثل حكايتك وبيستغني عنها. بس الله يوفقك، انت رح تنتقلي. شو شباب شبك انت؟ حبشر الموظفين برجوع سكرتيره. يا رب يا رب تنتقلي بالمكتب لحتى نخلص منك ونقول لك فازيك. بيه اطلعي ورده. عزفتكم معي ما هيك؟ ريحني جميل قعدني. شو عزفتينها؟ بالعكس فرجيتينا شيء ما شفناه بحياتنا. ايه ام محمود، وين بدك تضبي المصاري؟ لا تخافي علي، بلاقي لهم محل. لا ضبيهم منيح مشان ما يفوتوا الحرامية ويسرقوهم. لا تهكليهم، الا ما لاقي لهم مطرح ما تصل ايد لإلهم. هلا لو سمعتي مني مو احسن لي؟ شو كان بيمنعك انك تحطيهم بالبنك؟ منه بتضمنيهم ما حدا يسرقهم، ومنه بتستفيدي من فوائدهم. لا حبيبي، اول شيء الفائدة حرام، ثاني شيء شو بيضمن لي انه ما يصير بالبنك شيء شرط؟ ماس يعني كهربائي يعمل كونتاكت يحترق البنك كله، يحترقوا مصرياتي معه. مثل ما بدك، على راحتك، مصرياتك وانت ادرى فيهم. لك انا شو دخلني؟ انا حشرت حالي، اجري. يا لطيف، المصاري لستنا فرحتنا، طلعت ام محمود من المستشفى بالسلامة. قريت الف مبروك يا ام محمود. الله يبارك. هلا 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 هل
يلا حبيبتي يلا طاري يلا تعلاني تعلاني شو هذا قفل جديد حتى لك يا جميل عشان ما حدا يفوت ويسرق لك البيت شايفه جميل شو قالوا عليك ليش الشباب القفل القد ايه شو نسيتي لما كسرناه عليك وانت عم تنازعي ام محمود يلي بيكسر شغله عيني بده يصلحها هو مجبور فيها مو هيك ابو طارق مو تحطوا لي قفل مثل تبع دكانه السمان لا حبيبتي هذا قفل مؤقت بكره جميل بيجيب لك نجار وبيصلح لك الباب وبيرجع احلى من اول لا تعذب حالك جارنا ابو تحسين شاطر بنجاره وعنده عده بكره بركب لها احلى قفل ابو تكرم عينك ام محمود انت بس امري مع مين المفتاح افتحوا لي معي معي انا جميل حبيبي انت تقبر قلبي افتح لي لام محمود الباب انا عم بسند ايه انا على مهلي تقبري قلبي ايه هرتي انا بدي لك فكرنديك تسلموا ايديك ابو طارق روحي روحي انا الله يعطيكم العافيه الله يعافيكم يا رب انا ان شاء الله برد لكم اياها بالافراح نسيتي هل ما بدك هاتي هاتي بلا بدي اياها ارتاحي ام محمود انت ارتاحي ايه يلا وانا كمان لازم ارتاح وانت كمان ارتاحي تفضلي ارتاحي عنا بالبيت لا معلش شكرا بدي اطلع ارتاح بالبيت ايه على راحتك خلص مع السلامه العفا ما اقل ذوقها على القليله كانت تقلنا تفضلوا بعد كل هالتعب اللي تعبنا معها لا تقوم عملت هيك مشان ما طالبه بالحلوان تعملها والله أم محمود بتعملها يعني ما رح تفتح لي دكان لجوزي ما معقول تخجلني شو بدها تساوي بكل هالمصاري وهي ما عندها حدا بجوز هي ما دخلتنا لعندها مشان هنا وجوزها حايمين حواليها صار لهم 4 أيام ما فارقوها أبصر شو بدهم يطلبوا منها إيه معها حق ما تلبيهم هي موظفة وجوزها مدير ما لهم بحاجة بس أنا غير شكل أنا فقيرة وأنا محمود بتحبني لروح اطبخ لها طنجره محشي ونزل لي اياها وحاكيها مشان دكانه ابو تحسين اكيد ما راح تخجلني